ألف أهلا وسهلا. عسلامة يا حامس، أحوالكم؟ الحمد لله. عليكم السلام. نشكرك على تدخلك معنا مدام ألف. يا عايشة مصر بصورة جدا، نشكركم على اتصالكم ونشكركم يخلي تسمحولنا ديما الفرصة باش نعبروا على مشاكلنا وعلى الحاجات هذوما اللي ديما نقوموا بيهم وديما يهموا صحتنا وصحة الناس الكل بقدرنا. بيان سور، عم ناول حكينا في نفس التليفون على راديو الحياة تفاعل. من عم ناول السنة تحسنتش بصفة عامة وضعية مرضى الكلى في تونس على مستوى الخدمات، على مستوى الأدوية، على مستوى اليومي نتاعهم على الأقل، بصفة عامة على الأقل. لا ما تحسنتش برشا، ديما عندنا الأدوية ناقصة، بون ساعات يجي ساعات ما يجيش، ديما عندنا الأدوية ناقصة. تحدثنا على الفيستول والفيستول وباقي الفيستول ماهيش بريزون شارج وباقي احنا اللي نتحملوها، المريض يتحملها نتحملو احنا معاه باش نلقاو الحلول. الأدوية باقي فما أدوية يعطيوهم وفي توصل في عمر معين يقول لك ليه ها ما نعطيكش الدواء هذاك، انا نحكي على البوماكس اللي احنا ناخذوه معناتها باش نتجنبوا زياده الدم لي بوش دو سون، هذا وقت يوصل الواحد عمره فوق 60 يقول لك ليه ما نعطيهش الدم هذاك، ما نعطيهش الدواء هذاك برا زياده الدم، زياده الدم ماهي سهله معناتها الحاجات هذوما ديما ماهمش، ما زلنا نعانيو في المشاكل هذوما. كما زاد علينا ديرنييرمون في اخر ديسمبر وجانفي زاد علينا معناتها مشاكل لي سونتر دي موديالييز اللي هما زاد يشكيو، اي دونك جات في روسنا احنا بيان سيغ بالطبيعه على خاطر توا الحمد لله هم فاهموا وزاره الشؤون الاجتماعيه وزنا وسافا هم رجعوا معناتها رجعت الخدمات وكل شيء. باش نقول لك تحسنت برشا برشا، فما هكاك ساعة هكا تحس تحسن وساعات ما تحسوش جملة، لكن مش في كل بقعة معناتها تحس، فما فرق بين معناتها فما فرق كبير بين الولايات والجهات والجهة ونوع المعاناة نتاعها. نقاط الاشتراك على الاقل بين ال 12000 اللي اليوم قاعدين يصفيو في تونس، يغسلوا ويصفيو في الكيو نتاعهم في تونس، اهم الاشكاليات على مستوى وطني رغم الاختلافات الجغرافيه، معناتها كل واحد وبلاده وكل واحد المشكل نتاعو، اما اهمهم اليوم مدام الف اهمهم كما قلت لك هي الدواء اللي لازم يكون موجود ديما موجود، خاطر فما دويات حياتيه بالنسبه لنا احنا اللي ما نلقاوهمش في السبيطار راسينا باش نشريهم، وساعات حتى كي باش تمشي باش تشريهم ما تلقاهمش، فهمتني؟ هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية هي لابوغينو الفيستول، ومشكل الفيستول والكاتيتر اللي هما معناتها ما يتخدموش باغتو، يتخدمو كان في لي سونتر معناتها في السبيطارات الكبار وإلا في البريفي، في البريفي غاليين برشا، في السبيطارات لي زاتون طويلة برشا، إي دونك الناس الكل تعاني منها، فهمتني؟ سي با فاسيل باش تلقى مليون ونص جملين بين ليلة ونهار باش تعمل الفيستول نتاعك. فهمتني نفس الشيء بالنسبه للكاتيتر، ساعات يقول لك ما فماش كاتيتر، فهمتني؟ فوالا سي اسونسيالمون سلا، اهم حاجه معناتها هذه نشتركوا فيها الناس الكل، لي موديليتي الكل عندنا نفس المشكله في هذايا. قاعدين تدفعوا في ضريبه سوء التصرف اللي قاعدين تعيش فيه الصناديق الاجتماعيه، خاطر سي كوفير معناتها نورمالمون هي اللي تعطي التغطيه الاجتماعيه باش يقدموا لكم خدمات حياتيه، ما تنجمش. اي هما احنا لي مودياليزي اللي في لي سونتر بريفي اللي بريز ان شارج توتالمون باغ لا كنام، اللي هي تخلصها مي الكنام تخلص كان سيونس دي مودياليز هكاو، فهمتني؟ خلاف سيونس دي مودياليز فما برشا حاجات اخرين، احنا ماناش عاملو فيها في الدياليز بصفة عامة، كل واحد يعمل في الدياليز عنده امراض اخرى، عنده حاجات اخرى يا اما جديدة يا اما بعد باش يجيوها وكل شيء، فهمتني؟ دونك ما تلقاش ما تغطيهم لكش هذوكم نعم، فهمتني؟ العمليات اللي يقوموا بهم على يدينا على معناتها على الباراتيرويد السندروم كاربيان الحاجات هذوما كلهم اوبليجي باش تعمل العمليه، دونك يا تستنى في السبيطار يا تعمل في بريفي، مي اللي با بريز ان شارج باغ لكنام، دونك لكنام ما تتعرفلكش بحد شيء من هذا الكل، كيما ما تتعرفلكش بالتسكي لي فيتامين، احنا يلزمنا فيتامينات في بدنا كل شيء، ما تتعرفلكش بهم، بالنسبه لي هي حاجه زايده هذوكم، فهمت فيها؟ انت بون سينو معناتها المشكله لي سونتر ديالي اللي يحاولوا باش يعطيونا ان بون كاليتي،
فما دي سونتر اللي ما يلحقوش باش يعملوا لي بون كاليتي، يعملوا نيمبورت كوا فهمتني. وبون دونك تتحس، تحس انه المريض يولي ديما يخرج تاعب، المريض يولي يفاس توجع، المريض حتى من الوجه نتاعو يتبدل، يولي عنده دي سيرن، لون قشرته نفسها تتبدل. هذا على خاطر يبدا ما عندوش بون سيونس دياليز. علاش؟ على خاطر الكنام ما عادش عندها فلوس باش تخلص الباهي، وي دونك هما هكا يتقشفوا في الحاجات الاخرى فهمتني. بون مي فا مي نحاولوا اون في لو ماكسيموم باش تكون عندنا اون بون كاليتي. هو رانا احنا قلنا باغمي لي معناتها الاولانيين اللي بدينا في لي مودياليز معناتها في البلدان هذوما، ومن الاولانيين اللي عندنا اون بون كاليتي دي مودياليز، حتى اللي يجيو من برا يمشيو دي سونتر دياليز يقول لكم عندكم اون تري بون كاليتي دي مودياليز. احنا ما نحبوش التفتيح احنا لو مدام الفا قاعدين معناتها باش نفهموا معناتها اكومباري مع جيراننا في افريقيا مثلا العديد من الدول العربيه، رانا عمليه التعميم نتاع غسيل، خدمات غسيل وتصفيه الكلي انها تكون في الولايات الكل بين التاتيك والبريفي، راهي حاجه تنضاف لتونس. وبالعكس احنا قاعدين نحكيو على تحسين جوده الخدمات المسديد، بالعكس معناتها اليوم دونك سا سي امبورتون. فوالا احنا نسعاو باش نحسنوا في الجوده هذيا. ديجا لا كوفرتور نتاع الجمهوريه الكل تري بيان، احنا عندنا لافونتاج ان الصحه مضمونة للجميع. كيف سوا انت مضمون اجتماعي ولا ما عندكش مضمون اجتماعي. صحيح صحيح. فهمتني؟ وهذه ماهيش موجودة في البلدان الكل. مادام ألفة معانا. خلينا نفهم النقطة أخرى. أنا اليوم الحقيقة نعطي تصويرة و اللي كيريت التصويرة هذيك يعطيهم الصحة اللي قاعدين نهار غي بنهار مرتين ثلاثة مرات في الجامعة يمشي قاعد يصفي في الدم، وقت اللي وراوني إيدو كيفاش بك الدقان نتاع ال يعطيهم الصحة وبالمورال هذاك راو الحمد لله. معناتها انا بيرسونيلمون معناتها لتوا تصوير الفلاش هذاك ما نجمش ننساه، معناتها لازمها زعما قليب كبيرة باش انه واحد يشد. يلزمك قليب سا ديبون في وقتاش انت بديت دياليز. فما فرق بين انك تبدا دياليز 8 سنين 10 سنين، ودياليزك تبداها 25 30 سنة، ودياليزك تبداها 60 70 سنة. صحيح. فما فرق كبير فهمتني. كي تمشي تشوف الصغيرات اللي 8 سنين و 9 سنين ويعملوا في الموديليز والدياليز بيريتونيال، وكيفاش متشجعين وكيفاش واحد ويلزم شكون يشجعهم، يلزم شكون يخليهم يكملوا قريتهم ويلزم يشجعوهم باش يكملوا حياتهم. ما يلزمش يوقف حياتنا غاديكا كيما اللي عمره 20 و 25 سنة، ما يلزمش يوقف حياته ولا خاطر يعمل في الدياليز. وإحنا بون حاجة ناقصة فريمون ناقصة برشا هي لاكومبانيومون بسيكولوجيك نتاع المرضى هذوما. خاطر باش نقول لك معناتها واحد يكون في ان ريتم دو في، يكون عايش عنده برامج في مخه، عنده معناتها مسطرة حياته بروجرامات فوالا ينجم يمشي اليوم يعمل فواياج نتاع نهارين ماهوش مربوط لازم يموت غدوة يمشي للسونتر دو دياليز. فوالا يكون هو عنده معناتها برامج وكل شيء وقرايته ودنيته وكل شيء، ودان سكوت تربطه انت تقول له راك نهار بعد نهار مربوط في ماكينه ويلزمك تمشي تعمل دياليزك، والا مربوط كل ليله لازم تروح للدار خاطر ماكينتك في الدار، ماكينه في الدار وكل شيء بالنسبه لي. ما سهل فهمتني، ماهيش سهله فهمتني. لازم انتي اكومبانيمون بسيكولوجيك، لازم معناتها اكومبانيمون مرافقه نفسيه، مرافقه نفسيه فوالا مرافقه نفسيه. مدام ألف لازم عائله وراك، لازم عباد وراك تدزك، لازمك عباد تشجعك، وان بليس كيف يشوفوا اللي قبلهم راهو يتشجعوا كمان. مدام فوزيت نو زيرو معناتها انتم راكم ابطال عنا احنا معناتها كتوانسه، كي راه اليوم العادي نتاعي انا يعني نقوم ونمشي نعمل قهوه ونمشي نخدم ونجم نتفرج على ماتش كوره وش بوم ديبلاسي لي بوما، وقت اللي نلقى ناس مسطره حياتها بعد الخدمه نهار غير بنهار يمشي لسونتر دو دياليز ويرجع يعيش حياته مع صغار ومع اولاده بالطريقه هذيك الكل لمده اعوام، راو فوزيت بيرسونيلمون مدام يعطيكم الصحه انه الناس قاعده تجري في الريتم هذا. قبل ما نختم انا معاك مدام في اقل من دقيقه، دعوتنا للناس الكل للتبرع بالاعضاء، راهو اليوم التبرع بالاعضاء راهو يعاونك الولاد الصغير اللي عمره 8 سنين والمراه اللي مازالت في مقتبل العمر مازالت كي خذيت دخلت الفاكولتي باش تنجم تعيش حياتها عاديه، والراجل اللي معرسه عنده صغار عمره 30 40. دونك دعوه للناس الكل للتبرع بالاعضاء، راكم نجموا نمنعوا 8 عباد ايماجيني. فوالا هي الحل الوحيد باش نخرجوا من الدياليز هو انا نلقاو تبرع. دونك سي با ايفيدون باش تلقى شكون يبرع لك من العائله خاطر معناتها برشا تحاليل وكل يلزم. دونك تبرع هذا نتاع
للعباد المؤثرين لازم يحطوا متبرع في البطاقة تعريف باش ما تصيرش مشاكل، باش ما يجيش واحد يقول لك لا ما نعطيش وكل، لازم يعرفوا العباد اللي هذا مرض سيلونسيو ساكت ما تشيقش بيه، تشيق بروحك كان ديريكتومون تلقى روحك في الدياليز، ولا تلقى روحك افيك اون انسيفيزونس نتاع كبد ولا معناتها قصور في القلب ولا حاجه، هذوما كلهم ما نجمو نعملو لهم حتى شيء، يلزمهم تبرع، فهمتني؟ والتبرع هذايا معناتها حاجه اللي تجم تجيل اي واحد، صحيح. لا تعرف لا عمر لا جنس لا دين لا حتى شيء، معناتها اي واحد يكون لاباس عليه تفيق روحه محتاج التبرع هذايا، دونك بوكوا با ابدا بروحك ساعه قط في متبرع. على لا يمررنا أمين. ولا لا لا يا يمرركم أمين الناس الكل، خاطر اذا فينا حد ما يمرض احنا، فهمتني؟ ولازم يفهموا اللي راهو كي تحط متبرع سافا با دير انا باش نجي نفكوك من اهلك، نهار اخر باش يفكوك من اهلك ليه باش ياخذوا، باش ياخذوا خاطر عندهم الفكره هذيا. لازم يعرفوا زاد العباد اللي راهو هذا هاني ناخذ كلوه من واحد باش نعطيها لواحد ما يستحقش، راه الكلوه ولا الكبد ولا اي حاجه راهي ما تمشي كان لبقعتها، فهمتني؟ ما تمشي كان واللي يستحقها او اكثر واحد يستحقها هو اكثر واحد باش تمشي معاه، صحيح لا اللغز ولا العمر ولا صحيح. الفلوس عندنا قائمة ولا الأولويات النيفو نتاعو ولا حتى بالأولويات أي شيء، بالأولويات هو سيتان بروغرام الأولوية صحيح. لاكثر واحد باش تقعد معاه باش تعيش معاه مدام كالكلوة ولا كالقلب، مدام فهمت؟ ألفة معلة رئيس الجمعية التونسية لمرضى الكلى، أن كرو ميرسي لتدخلك معنا اليوم، يعطيكم الصحة الناس الكل لكل مرضى الكلى، تحية لكم أنتم قاعدين تقدمونا في دروس حياتية يومية، هذا اللي حبيت نوصلوه الميساج اليوم عن طريق الجمعية التونسية لمرضى الكلى. أن كرو ميرسي لكيب كاملة كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي.